بس عدينا بمراحل كثيرة جدا كحضراتكم كصحفيين واحنا كلاعبين، انه الفترات دي بتبقى فترات صعبة جدا. طبعا انت لو راجل صحفي، انت صحفي، لكن انا اقصد ان انت وانت قاعد كده تفكر، قلت له ايه لو انت راجل صحفي، لقيت نفسي ايه ده. لا يعني انت في مثل هذه الامور وفي مثل هذه التوقيتات، ايه اللي تقدر تكتبه عشان يدعم ويساند منتخبنا الوطني خلال اليومين اللي جايين؟ مش مجرد عنوان، ولكن حاجات تقدر تعملها تخلي المنتخب بالفعل لما يقرا الجورنان او الموقع اللي انت بتكتب فيه يبقى جسمه يقشعر كده. انه ال 180 دقيقه، ال 90 دقيقه اللي هيتلعبوا يوم الجمعه وال 90 دقيقه اللي هيتلعبوا يوم الثلاث، دول ماتشين كوره. الكلام على فكره ان احنا خسرنا من السنغال نهائي كاس الامم وان احنا هناخد بالطار والكلام، الكلام ده الحقيقه مش في الكوره، هي رياضه. وعجبني جدا 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 كلام الكابتن احمد سامي معاك كابتن اسلام، لانه اتكلم بمنطق انه دول ماتشين كوره، ممكن نبقى موفقين وربنا يكرمنا ونصعد، وممكن نبقى مش موفقين. يعني احنا في 2014 خسرنا من غانا في تصفيات كاس العالم وما رحناش، 2018 كسبنا غانا ورحنا كاس العالم. يعني فالكوره في الاخر انت بتعمل اللي عليك في الملعب، بتادي، عارف ان انت بتمثل اسم بلد كبيره ومنتخب كبير له تاريخه، هو المنتخب الاقوى في افريقيا، 7 كاس امم، هو وصل 3 كاس عالم، في نجوم كبار جدا، في نجم من اهم نجوم العالم في كره القدم دلوقتي محمد صلاح. وانا يعني اوقات لما بيقولوا منتخب محمد صلاح دي ما تزعلش على فكره، ما هو منتخب الارجنتين، المنتخب الارجنتين اللي واخد كاس العالم بيتقال عليه اوقات منتخب ميسي او منتخب مارادونا، لما خد كاس العالم 86 كانوا بيقولوا منتخب مارادونا، مارادونا اللي خد كاس العالم. فكره منتخب صلاح او شطار صلاح في الحقيقه ما تقللش من اسم منتخب مصر ولا تقلل من صلاح. فالحقيقه انه لازم يلعبوا لاسم البلد، لازم يلعبوا لاسم العالم، يأدوا اللي عليهم، يعرفوا انه في 100 زي ما انت قلت امبارح 103 مليون مستنيين يفرحوا، في 64400 متفرج حسب بيان تذكرتي احضروا المباراه. ال 64000 دول هيبقوا ممثلين لل 100 مليون مصري اللي قاعدين ورا الشاشات، كل محافظات مصر امبارح شفناها مستنيين منتخب مصر يحقق الفوز ان شاء الله ذهابا وايابا. المباراه مش صعبه، منتخب مصر لو في حالته كارلوس كروش لو مركز زي ما ركز في كاس الامم، احنا كل الناس واحنا كنا مسافرين كاس الامم وبعد اول مباراه والهزيمه امام نيجيريا قلنا ان احنا هنرجع امتى زي بالظبط، واحنا لما رحنا الجابون مع كوبر قلنا هنرجع امتى، وصلنا لحد النهائي، فخسرنا النهائي قدام الكاميرون وتاهلنا لكاس العالم بعدها، خسرنا النهائي قدام وخسرنا النهائي السنغال، وان شاء الله باذن الله نتاهل بعدها نروح كاس العالم ان شاء الله. انا متفائل بالمباراه، متفائل بلاعبتنا، متفائل بالجهاز الفني، لانه وعبد الحكيم وخالد اتكلموا على القفل على المنتخب، وحضرتك اللي انت عارفه القفل على المنتخب دي من اول ما كارلوس كيروش جه. والحقيقه لازم نحيي فيها الكابتن وائل جمعه، نحيي، لازم نحيي وائل جمعه، لان وائل جمعه بيقوم بدور المدير جهاز بمدير الجهاز المنتخب. يعني ماليش دعوه باي حاجه، ماليش دعوه باي حاجه غير شغله، غير شغله فقط. يعني انا قعدت مع المنتخب المصري في البطوله العربيه في قطر تقريبا شهر، ما شفتش حد من اللعيبه، ما شفتهمش غير في المؤتمرات الصحفيه وفي الملعب بس وفي الميكس زوم وهم خارجين، غير كده اللعيبه ما بتخرجش، قافل الاوتيل تماما عليهم، محدش بيدخل. فالحقيقه لازم نحيي كابتن وائل جمعه على دوره مع المنتخب، لازم نحيي كارلوس كيروش على دوره. وبعدين كارلوس كيروش بيتكلم مع اللعيبه، كل بياخد كل لعيب لوحده يتكلم معاه، الجهاز المعاون بتاعه بيفرغ فيديوهات وتحركات اللعيبه الحقيقه. واتمنى بقى انه سواء صعدنا ان شاء الله وباذن الله نصعد، او لا قدر الله ما كانش لنا نصيب، ان كارلوس كيروش يكمل، لانه الحقيقه مش هيجي لنا مدربين كتير زي كيروش.